بابا ماشي هعمل كده، ايه؟ ماشي هعمل كده. لما اشغل التليفون عامل انت ازاي؟ بتصور؟ يلا. السلام عليكم ورحمة الله. النهارده انا عامل فيديو وتحدوا شوفوا على لايكات اسلام وانا وملك النمل والنبي طبعا ويا اختي بس بقولها ماما. انا كنا بنقرا قصص وكان بيسالني سؤال شوف عن التاني. والنهارده هنعمل انطوني. امبارح كنا بنعمل كده والنهارده هنعمل انطوني. مكتوب عليه على فكره، بس هو لون اصفر كده. مكتوب عليه ايه؟ عندنا اي لون من ده؟ ده لون كوري على فكره، بس هو احمر. ده بس ده كوري. ده كوري؟ بس مش قادر اقوله. ايه؟ لسه من الدرجة دي اخر واحد؟ اخر واحد ب4 جنيه. اخر واحد ب4 جنيه؟ خد يا حور تعالي. هتخش هتخش مع يلا يلا ايه؟ انت فضحتي فعلا. فين الاندوم؟ مش قادر اضحك اقسم بالله. فين الاندوم يا بابا؟ فين الاندوم؟ وريني فين الاندوم راح. فين الاندوم؟ دي فضيت بس. دي فضيت بس والله. فين يا بنت؟ انا شفت حاجه نظرت تحت الانتريه. شوفي كده تحت. بص يا جدعان، بصوا وريني اتكسرت ازاي كده الجنه. ايه ايه؟ كلمي سامعك، كنت هتقول ايه؟ يا حسن النصيبة. قولي ماما انت عملت كده. يلا خلاص كده؟ يلا تعالى نفتح. بس كده يعني ما تيجي تجيب اندور على كده. اتعلموا يا جماعة، اتعلموا. كده؟ اتعلم. هي اصلا كده، بس تعمل كده. كده. هو الأخر ده آخر آخر تفتيح. هو عمالك والله نايم. دخل من بره. ده جبت سكين. ايه؟ جبت سكين. كنا مع جبت اتنين؟ حسبي بس الله. طب انت هتعمله دلوقتي. فتحنا الكيس هنعمل ايه؟ هنسيبها شوية بندقة وبعدين نسيب المية. وبعدين نصب بقى الدقة. نصب المية؟ ودي بتعمل ايه؟ الكيس صعب والله، مقفول بالله. ايه يا حور؟ الست يا جماعة الست. طب ما المية هات المية صب المية وخلص. يا جماعة الست قالت لي ده مزوق جامد. قالت لك مزوق جامد؟ والله مش عارفة افتحها. نامي قوي. ده بتبقى أبيضة. أبيضة؟ ماشي. بحب الدقة دي أوي يا جدعان. طب ما أحب. قلبي ده كله هندوه والله هتخلصهم. هو عمال تاكل والله والنبي. بس يا شباب طب تعالي هنا. طب قاعدين 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 حورين. قاعدين اقعدوا هنا. عايز ايه يا حور؟ عايز ايه؟ والله ما عندك موضوع. هنجيب دولة بقى ونحط المايك. والله ما عندك. شو نسيت؟ بقى ماسك ده ماشي. روح جيب الدق. ايه؟ يا جماعة كده كملت تاكل. بابا هيصب لي عشان هات عشان احط الكاترين. احط لي الكاترين. ايوه انا هصب لك انا بقى. عشان ابعدي ورا شوية. ابعدي ورا شوية. ابعدي ورا يا حور. يا بنتي ابعدي يا حور. ميه اهو. استني ابعدي. اصبري. ابعدي ابعدي. هو تقع الميه تبقى مشكلة. بس كفاية خلاص ماشي. حط علينا سخن.
ايه بقى تحط عليه ماء سخنه. ارجع ورا. طيب اصبري 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 اصبري، في ميه سخنه، في ميه سخنه، اصبري. دي بتنفخ يا عبيطة. ايه اللي هيتم؟ ودي بقى الكاتل، ودي الكاتل. اول ما فتحته كده فرقع في وشي. ماشي ودي الكاتل يلا. مش عايز عايز امي. طب امي 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 عايز ايه؟ تعملي كده ايه؟ عايز ايه؟ معسل. بصي معسل. ايوه خلي بالك بقى. استنى ايه؟ ياح على فكر عشان انا هغزل النهارده بالاكل. ماشي ده لسه هيمشي. كده انا كده في العبيه في حلوه. كان انت بتتكلمي كده ليه يا جدع؟ ايوه خرب بيت طريقتك في الكلام. دومي بتفجر في وشي. جيت يلا خلص بقدر اشرب ماما تموت. اشتريت كيسين النهارده والله. ما هو الزعل مش عارفه اجيب فين. هتاكليه بايديك يعني الاندومي ده ولا ايه؟ ايه يا بابا؟ بصي يا جماعه جبت بصي الصلاه دي. ثواني 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 بس اقف بقى. عايز ايه يا حور؟ عايز ايه؟ بصي دي الحته دي سخنه مولعه حط هنا وبعدين نكسر يا عجلك وتاني. تعملي كده ليه يا حور؟ ايه؟ ايه ده؟ كاتايا. ايه؟ بس ما تكنسيش دلوقتي. ما تكنسيش. ماما هتبهدلني. يا بنتي اسمعي الكلام من اول مرة، ما تكنسيش تسمعي الكلام. يا بنتي. والله ماما هتبهدلني. احسن انا عايز اتبهدلك. ما ديك ولا فين التحدي اللي انت هتعمليه؟ ولا انا عملت تحدي انا ومالك. انت ومالك؟ انا خلاص مش صار.